النشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقاء. المرشد خامنئي: الشعب الإيراني سيصفع أمريكا مجددا، ومن يروج أن الحل في أحضانها هو خائن. We're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to pay for your military. صمت سعودي مطبق إزاء خطاب ترامب الابتزازي، وظريف يعد كلامه احتقارا للسعودية ويدعو جيران إيران إلى بناء منطقة قوية. بعد استدعاء الخارجية التركية إياه، السفير السعودي ينفي امتلاكه أي معلومات بشأن اختفاء خاشقجي. وزارة الدفاع الروسية تؤكد ممارسة واشنطن أنشطة في جورجيا تحت غطاء البحوث للتحايل على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 7 أشخاص تزعم أنهم ضباط استخبارات الروس، والخزانة تفرض عقوبات على 7 شركات لبنانية بذريعة دعمها حزب الله. ونؤكد أن هذه الدماء لن تذهب هدرا، والعدو قد خبرنا جيدا. سرايا القدس تتعهد عدم المساومة على الأرض وتتوعد برد حاسم على الاعتداءات الإسرائيلية. البرلمان الأوروبي يدين استمرار الحرب على اليمن ويدعو السعودية إلى وقف القتال. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن أمريكا ستتلقى من الشعب الإيراني صفعة أخرى، وأنها زائمة جديدة تنتظرها كما هزمت في لبنان وسوريا والعراق وغيرها. وفي كلمة له أمام قوات التعبئة الشعبية البسيج، أكد السيد خامنئي أن أعداء إيران يمتلكون المال والإعلام والسلاح، لكنهم لا يملكون المنطق والحق. وقال أن للمسؤولين الأمريكيين أوهاما بشأن بلاده، كما أضاف أن الأعداء استنفذوا سبلهم في الضغط على إيران فلجأوا إلى الحصار. الصورة التي يروجونها عن إيران مشوهة للغاية، وقد علمت أن الرئيس الأمريكي قال لبعض المسؤولين الأوروبيين إن النظام الإيراني سيقضى عليه في غضون 3 أشهر. العدو لم يعرف الشعب الإيراني، والحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. سيد خامنئي أشار إلى أن من يروج بأن الحل في الارتماء بأحضان أمريكا خائن. العدو يريد إيصال الشعب الإيراني إلى الاعتقاد بأن الطريق أمامه مسدود، وأن عليه الاستسلام أمام أمريكا. كل من يصور أن الحل هو في الارتماء بأحضان أمريكا هو خائن. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد ساعات على تحذير وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مفاده بأنه لا يستطيع البقاء في الحكم 2 أسبوع من دون أمريكا، وهو ما قوبل بصمت سعودي رسمي مطبق. هذا تقرير لعبد الرحمن عز الدين. قلت صراحة للملك سلمان إنه لن يظل في الحكم 2 أسبوع من دون دعم الجيش الأمريكي. ما استمعنا إليه من كلام أجمع العالم على أنه إهانات من الرئيس الأمريكي للسعودية، قال عنه الملك سلمان أمام مجلس الوزراء السعودي إنه بحث للعلاقات المتميزة بين البلدين بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. ما أثار استغراب العالم الصمت السعودي التام، إن كان على المستوى الرسمي أو حتى الإعلامي، فلم يتناول أي من الكتاب السعوديين بكلمة أو بتوجيه نقد للرد على الإهانات. في المقابل استأسدت السعودية وماكينتها الإعلامية قبل شهر فقط بوجه كندا لمجرد أن دعتها لإطلاق سراح معتقلين. مقابل الصمت السعودي المطبق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ ترامب يهين الملك سلمان، فطالب البعض بضرورة الرد، فيما سخر آخرون من الصمت السعودي وعدم الجرأة على مجرد طلب توضيح من إدارة ترامب حول ما أطلقه من إهانات. إهانة ترامب السعودية لمرتين في أقل من أسبوع
ليست بالأمر الجديد، فالرجل نفسه وصف خلال حملته الانتخابية للرئاسة السعودية بالبقرة الحلوب، وهو من أكد أنه سيطالبها بدفع الأموال مقابل حمايتها، وحين يصبح المشايخ الأثرياء عديمي الفائدة يتوجب علينا مغادرة الشرق الأوسط. لم يكن لعاقل أن يصدق أن من وجه كل هذه الإهانات خلال حملته الانتخابية أن تفرش له الرياض عند فوزه بالرئاسة السجاد الأحمر وتكرمه $460 مليار و100 مليون لابنته إيفانكا. هنا يصبح السؤال الأكثر إلحاحا، لماذا الصمت السعودي على إهانة ترامب؟ ربما الجواب فيما قاله ترامب نفسه في خطاب ذات مرة: السعودية تواجه متاعب في اليمن وستكون في ورطة كبيرة قريبا وستحتاج لمساعدتنا، لولانا لما وجدت وما كان لها أن تبقى. معي مباشرة من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعمد في خطاباته إهانة السعودية أو الحديث معها بوقاحة كما يصف بعض من يستمعون إلى الرئيس الأمريكي حتى أثناء الحملة الانتخابية وليس الآن، أم أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث بواقعية، يتحدث في لناخبيه وللجمهوره ويتحدث بشفافية، وبالتالي هو هذا الأمر ليس مقصود؟ يعني الهاجس الأولي هو هاجس داخلي بالدرجة الأولى، عدا عن محاولة إظهار زعامة ترامب وقدرته على المستوى الدولي بأنه رئيس قوي، وهو يعني شغف بأن يبرز ويظهر بأنه رئيس قوي، وعادة يبدي إعجابه بالرؤساء الأقوياء. لنلاحظ أن معظم الخطابات التي كانت خلال الحملة الانتخابية له وبعد فوزه ما خلا خطابه في الأمم المتحدة، والذي هو بنفس الوقت يعني مدح السعودية قليلا بسبب الزيارة والاحتفال الكبير الذي شهده، وعند أول زيارة له للسعودية وكانت أول زيارة خارجية، نجد أن كل خطاباته كانت في خلال الحملة الانتخابية، وكانت خطابات تظهر انتقادا وسخرية وكما يمكن وصفها أكثر من ذلك، يعني على لدرجة من الإهانة أي شخص آخر أو أي مسؤول آخر لابد أن يعتبرها أنها مهينة. طبعا هو أيضا يوزع الإهانات لرؤساء سابقين، ولكن الفرق الآن أنه عندما أهان رئيس كوريا الشمالية يتحول الآن إلى علاقة حب، هو وصفها بعلاقة حب في آخر مؤتمر صحفي له. إذن التركيز هاجس الأساسي داخلي، وهناك شقين فيه. الشق الأول يتعلق بإظهار أنه رئيس قوي، وخاصة أنه في خلال الحملة الانتخابية، يعني خلال خطابه الأخير أمس، قال بأنه هو لن ينحني للملك، وهو يقارن بينه وبين أوباما عندما سافر أوباما في أول زيارة هناك وانحنى. طبعا هذا تقليد عادة لدى يعني ملاقات الملوك، ولكن هو يتقصد القول في ذلك بأنني أنا أتصرف، ولكنه أكثر من ذلك هو يتحدث على أن الولايات المتحدة تقدم الحماية لدول كثيرة، وهو لا يصنف فقط السعودية، هو حتى يصنف اليابان وكوريا صحيح الجنوبية ضمن هذا التصنيف أكثر من مرة، ولكنه يهين فقط العاهل السعودي أو يهين السعودية. وكان بالفعل أين التمييز جدا منذ أن يكون يعني أن أين التمييز الخارجية أن يكون للعاهل السعودي مع أنه ذكر أكثر من دولة منها يعني كوريا الجنوبية واليابان؟ هنا يأتي الفرق، أن دول غنية واضحة بثرائها واستعدادها لشراء منتجات أمريكية والأسلحة الأمريكية، لذلك حتى هذا الكلام أمس كرر بأنهم يعني بأنك لن تكون في السلطة أكثر من أسبوعين، وأنا وعليكم شراء السلاح. وحتى هو أفاد بمسألة سبق وأن يعني تحدثنا عنها،
بأنه كان طلب 4 مليارات دولار ثمنا عندما طلب منه أن يبقي قواته في سوريا. هو صحيح. لم يذكر ذلك صراحة عن المكان، ولكن قال أن العاهل السعودي اتصل بي وطلب مني أن أقوم بعمل عسكري ما، وقلت له عليكم أن تدفعوا، عليكم أن تدفعوا 4 مليارات دولار. إذن العلاقة يبدو أنه يميز، لأن هذه الدول لا تنتقد، يعني الصحافة مثلا في كوريا الجنوبية أو الصحافة حتى لو كانت ليس على مستوى المسؤولين، وعادة المسؤولين يدافعون عن أنفسهم طبعا، هناك صحافة حرة، هناك حياة سياسية، وبالتأكيد سيتم انتقاد رئيس ترامب في حال وجه إهانات لأي من هؤلاء، يعني أولئك الرؤساء. هنا منذر نجد الواضح أنه حتى عندما العلاقة أصبحت اعتمادية بشكل كبير بين اعتماد الرياض على واشنطن في إطلاق اليد في أكثر من اتجاه، حرب اليمن، الجرائم التي تحصل فيها، لا يتم إدانة السعودية، الحادث الأخير وهو اختطاف الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو اختفائه في ظروف غامضة واتهام السعودية، اختطاف معارضين آخرين إلى آخره. يعني تبدو السعودية رغم حديث ترامب الوقح كما يقول البعض عنها، إلا أنها استفادت من وجوده بشكل كبير في تنفيذ ما تريد بشكل حر. بالتأكيد أن التغاضي عن حتى هذه الإهانات، لأن هناك تغاضي أمريكي عن ما يمكن اعتباره جرائم، وخاصة بالتأكيد أن ما يجري في اليمن جريمة واضحة، وما جرى في سوريا جريمة واضحة شاركت فيها السعودية. لذلك أيضا يلاحظ أحد الأسباب الأخرى لسهولة إقدام ترامب على ذلك، أنه لا يوجد للسعودية مؤيدين بمعنى على المستوى الرأي العام الداخلي. يعني هناك لوبيات ممكن أن تشتريهم السعودية، وهم كثر على فكرة، يعني شركات علاقات عامة وغيرها، ولكن هناك مناخ معادي تلقائي للسعودية، وخاصة أن حتى في الكونغرس كان هناك مراضات في قرار أخير يتيح لضحايا 11 سبتمبر، هناك شعور بأن هناك مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة للسعودية في هجمات 11 سبتمبر. ولكن يعني الملفت أن بومبيو وزير الخارجية يتصل ب يعني ولي العهد السعودي، والبيان الذي صدر عن الخارجية يقول شكر الوزير بومبيو ولي العهد على شراكته المتواصلة والقوية، كما ناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية، وناقش الزعيمان أيضا مجالات توسيع التعاون الأمريكي السعودي. لم يتم في أي بلد آخر بعد هذه الإهانات المتكررة، كان يفترض أن يقال أنه تم يعني على الأقل توضيح السياق الذي كان يتحدث به الرئيس ترامب، ولم يقصد إهانة، على الأقل كان يمكن توضيح ذلك. يضاف إلى ذلك أن هناك هاجس آخر لدى ترامب علينا ذكره، هو مسألة خلال خطابه في الأمم المتحدة، هو لم يهن فقط السعودية، إنما هاجم دول الأوبك كلها. صحيح. وقال دول الأوبك هم العادة ينهبون بقية العالم، وأنا لا أحب ذلك ولا ينبغي لأحد أن يحب ذلك. المهم أنه قال من الآن فصاعدا يجب أن يساهموا بشكل كبير في الحماية العسكرية من الآن وصاعدا، ولن أتسامح بعد ذلك من الآن. شكرا جزيلا لك. هناك أيضا حملة يتقصد فيها ذلك. أشكرك جزيل الشكر منذر سليمان، مدير مكتب الميادين. نعم كمان. في واشنطن. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مد يد بلاده للسعودية، وحثها على التوقف عن العناد والشروع في بناء منطقة قوية. وفي تغريدة على تويتر قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتقر السعوديين عندما قال أنهم لن يصمدوا أسبوعين من دون دعمه. وأشار ظريف إلى أن هذا جزاء من يتوهم أنه قادر على توفير الأمن بالاتكال على الآخرين. وأعلن مرة أخرى مد يد طهران لجيرانها، وحث الرياض على التوقف عن العناد والبدء ببناء منطقة قوية.
وفي السياق ذاته رأت الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد أن السعودية ستواصل دفع ثمن اعتمادها على أمريكا للحفاظ على أمن نظامها. وفي مقال نشره موقع ميدل إيست إيه قالت الرشيد أن العلاقة بين البلدين في ظل حكم ترامب خالية من غطاء اللغة المهذبة للدبلوماسية والشراكات. وقالت أن ما يحصل هو تعامل فوقي للطرف القوي على الضعيف، حيث يعلم ترامب مدى هشاشة النظام السعودي على حد قولها. تظاهر العشرات من عمال شركة يزميل بمشروع أرامكو في مدينة الظهران شرقي السعودية احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 6 أشهر. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا فيديوهات تظهر مواجهة الشرطة السعودية المتظاهرين بالرصاص الحي لتفريقهم. رأت واشنطن أن المحكمة الدولية منحازة وشككت أصلا في اختصاصها بعد قبولها دعوى فلسطينية ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل. تبعت قرار المحكمة من انسحاب واشنطن من ملحق باتفاقية فيينا. في هذا التقرير لملاخ خالد. هي ليست الاتفاقية الدولية الأولى التي تنسحب منها الولايات المتحدة منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لأسباب مختلفة انسحبت واشنطن بقيادة رجل الأعمال الذي يتعامل مع العلاقات الدولية كصفقات تجارية من اتفاقيات ومنظمات دولية عدة، وبالذات تلك التي تدعي تحيزها ضد حليفتها إسرائيل. دعوى الفلسطينيين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لنقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس التي لم يبت في وضعها النهائي بعد، والمقدمة في أيلول سبتمبر الماضي، تسببت في قرار ترامب الانسحاب من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا. هذه الاتفاقية التي استند عليها الفلسطينيون في دعواهم تتعلق بحل الخلافات الدبلوماسية بين الدول. توقيت الدعوة الفلسطينية المتزامن مع دعوى إيران ضد واشنطن لانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني دفع واشنطن لإعلان مراجعتها كل الاتفاقات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من محكمة الأمم المتحدة التي تتخذ لاهاي مقرا لها. في الواقع الأمر لا يتعلق بإيران والفلسطينيين، بل بسياسة أمريكية مستمرة تتمثل في رفض الولايات القضائية لمحكمة العدل الدولية التي نعتقد أنها مسيسة وغير فعالة. القرار الأمريكي الأخير سبقه الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لاعتبارها مسيسة ومنحازة ضد إسرائيل العام الماضي، وذلك بعد إلغاء واشنطن مساهمتها المالية لليونسكو قبل 7 أعوام احتجاجا على منح الفلسطينيين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وقبل أسابيع أيضا أعلنت واشنطن توقفها بالكامل عن تمويل الأونروا لاعتبارها منظمة مسيسة منحازة إلى الفلسطينيين. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم لحزب الله. وفي بيان قالت الوزارة إن واشنطن فرضت عقوبات على محمد عبد الله الأمين من لبنان و7 من شركاته في البلاد بتهمة تقديم الدعم للحزب. وجاء في البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اتخذ إجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله من خلال توصيف محمد عبد الله الأمين كإرهابي عالمي متخصص. وجهت واشنطن اتهامات إلى 7 عناصر في الاستخبارات الروسية في قضية القرصنة الدولية. وأعلن القضاء الأمريكي أنه وجه اتهاما إلى 7 عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت هيئات رياضية ووكالات دولية وشركة أمريكية متخصصة في الطاقة النووية. أوضح مسؤول في وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتهامات مرتبطة بطرد 4 عملاء روس متهمين بمحاولة قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوثائق التي قدمها وزير شؤون أمن الدولة السابق في جورجيا تؤكد المخاوف من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة في جورجيا بما فيها محاولات التحايل على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وأشارت إلى أنه تحت غطاء البحوث السلمية يمكن أن تعمل واشنطن على تطوير إمكانياتها العسكرية البيولوجية، ولكن المجتمع الدولي لا يمكنه تفتيش المختبرات الأمريكية للتحقق
من هذه المسألة، وتساءلت عن أسباب محاولة القوات الجوية الأمريكية منذ عامين جمع عينات من المواد الحيوية للمواطنين الروس. وكانت الميادين عدت فيلما وثائقيا واستقصائيا تحت عنوان فيروسات دبلوماسية، كشفت خلاله عن مختبر للفيروسات في العاصمة الجورجية يجري تجارب لمصلحة واشنطن وتستخدم فيها الحشرات لنقل الأمراض. وفي الفيلم أجرت الصحفية البلغارية الاستقصائية ديليانا غايتنزيفا التحقيق ميدانيا حول طبيعة التجارب داخل مركز لوغار والهدف منها. وكشف التحقيق عن نقل السفارة الأمريكية في جورجيا لمسببات الأمراض وعينات الدم المجمدة على شكل حمولات دبلوماسية، الأمر الذي يستثنيها من التفتيش، وذلك وفق مستندات مسربة ومراسلات داخلية بين وزارة الصحة الجورجية والسفارة الأمريكية هناك. معي الآن مباشرة مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. المزيد حول هذا الموضوع، أو يمكن أن نتحدث عن خلفيات وكواليس هذا الموضوع، سلام. كمال، طبعا الاتهامات الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص لم تتوقف، وتتعرض موسكو يوم إلى اتهامات في مختلف المجالات، سواء كان في مجال الحرب السيبيرية أو يعني الإلكترونية، وفي التستر على كما تدعي استخدام السلاح الكيميائي في سوريا من قبل القوات الحكومية السورية، أو كذلك فيما يتعلق بحوادث على غرار حادثة سكريبال في بريطانيا. ولذلك يعني روسيا هي الأخرى التي كانت لا تكترث كثيرا لمثل هذه الحالات، تبنت أيضا هي هذه السياسة الرد بالمثل وسياسة العين بالعين والسن بالسن. فلذلك هذه المعلومات كانت متوفرة منذ سنوات لكنها لم تكن تعير لها أهمية، لكن بعد أن نشر وزير الأمن السابق الجورجي إيغر جيورغادزا وهو مقرب إلى موسكو وهرب من جورجيا في عهد الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، استطاع هذا الرجل من خلال ما يملكه من اتصالات في جورجيا أن يجمع معلومات رأتها موسكو مقنعة، ورأتها يمكن أن تكون قاعدة يبنى عليها في توجيه اتهامات تستند إلى أدلة ووثائق. لذلك كانت هذه الخطوة من قبل وزارة الدفاع اليوم، ودعت الوزارة ملحقين عسكريين من دول مختلفة بما في ذلك دول غربية لتقدم لهم هذه الأدلة. طبعا عقب هذه الاتهامات الروسية صدرت بعض ردود الأفعال، سواء كان في البنتاغون الذي ينفي هذه الاتهامات، أو حتى في أذربيجان التي قالت أنها لا تملك مختبرات يديرها الأمريكيون. لكن مع ذلك روسيا تمضي قدما في هذا الاتجاه بمثابة ردة فعل على الاتهامات التي توجه وتصوغ لها، وكذلك من أجل أن تلفت نظر العالم إلى هذه الممارسات التي تقوم بها مختبرات عديدة في الفضاء السوفيتي السابق في أوروبا الشرقية، ولا أحد يعرف أي شيء عن حقيقة ما تقوم به هذه المختبرات من أنشطة، لا سيما أن هناك معطيات فعلا في السابق. يعني اليوم نحن نتكلم عن حالات وفيات في صفوف مواطنين جورجيين بالعشرات، يزيد على 70 مواطن جورجي قضوا تحت التجارب في هذه المختبرات، في حين أنه في السابق في السنوات الماضية في عام 2015 يعني اعتبارا من عام 2011 كانت هناك فعلا معطيات يتداولها الإعلام ليس فقط الروسي عن مثلا نفوق حيوانات، أيضا تلف محاصيل زراعية في جمهوريات سوفيتية سابقة، بل حتى في روسيا أيضا، ولم يعني تعرف الأسباب ربما. لكن سلام، عندما تشير وزارة الدفاع الروسية لأن المجتمع الدولي لا يمكنه تفتيش المختبرات الأمريكية للتحقق من هذه المسألة، ربما يعني يستشعر من خلال هذا الكلام بأن وزارة الدفاع الروسية وكأنها تقدم توصية أو تشير إلى أنه يجب أن يكون هناك أن تكون المسألة دولية.
بالضبط كمال، يعني كما تفعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتدقيق في ما يعني في الاتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا دون أن تصل إلى المكان. روسيا تقترح على المجتمع الدولي، تقترح على المنظمات المعنية بقضايا الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، منظمة الصحة العالمية أن تتدخل في هذه الأمور وترسل فرق خبراء، فرق تفتيش إلى هذه المختبرات، خاصة أنها في دول ذات سيادة، يعني ربما من الصعب أن تصل إلى الولايات المتحدة لتكشف عن هذه المختبرات، لكن في دول ليست يعني في دول ذات سيادة يمكن أن يؤثر المجتمع الدولي بشكل أكثر فعالية ولا سيما من خلال الأمم المتحدة والمنظمات التي أشرت إليها. يبدو روسيا فعلا تريد أن تقود حملة دولية في هذا الاتجاه سواء كان سياسيا أو إعلاميا، لذلك هي تحشد في هذا الاتجاه. ربما هناك الكثير من يعني يتعامل مع هذا الموقف الروسي وسيدفع باتجاه فعلا دفع المنظمات الدولية لأن تتحرك. للتحرك. شكرا جزيلا لك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من موسكو. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في زيارة تستمر يومين سعيا لإبرام صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع رئيس الوزراء ناريندا مودي. وأعلن الكرملين أن روسيا ستبيع الهند أنظمة دفاع جوي من نوع S-400 بالرغم من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على الدول التي تشتري هذه الأنظمة. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أن تطوير أنظمة الأسلحة بما يشمل S-400 الدفاعية الجوية والصاروخية سيكون موضع تركيز خاص ضمن قانون يحمل اسم كاتسا، أي مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. نفى السفير السعودي في أنقرة وجود أي معلومات لديه بشأن اختفاء الصحفي السعودي المعارض. وكانت الخارجية التركية قد استدعت السفير السعودي للتشاور وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان الصحفي خاشقجي. هذا تقرير لهبة الله بيطار. أين جمال خاشقجي؟ لابد أن أحدا ما يعرف الإجابة على هذا السؤال، ولا بد أن أحدا ما يكذب في هذه القضية. فالروايتان حول اختفاء الكاتب السعودي متناقضتان. خطيبة خاشقجي والمقربون منه متمسكون برواية دخول الصحفي المعارض مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الفائت واختفائه منذ ذلك الحين. وإذا ما دخلنا إلى موقع خاشقجي الإلكتروني الشخصي نجد رسالة تعلن اعتقاله في القنصلية السعودية. عندما دخل القنصلية بقيت خطيبته في الخارج وترك جمال خاشقجي هاتفه معها. بعد 3 ساعات لم يعد، فاتصلت بنا لأنه عضو في جمعيتنا، ثم أخبرنا أنقرة وجهات أخرى عديدة حول ما يحصل وبدأنا بالمجيء إلى هنا. نحن ننتظر وليس هناك أي معلومات عن جمال خاشقجي، هل هو في الداخل أم في الخارج؟ نحن متأكدون بنسبة 99% أنه في الداخل. ما صدر من مواقف رسمية تركية يتقاطع مع رواية خطيبة خاشقجي وأصدقائه. المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد أن معلومات أنقرة تفيد بأن خاشقجي لا يزال في مقر القنصلية. وفقا لمعلوماتنا لا يزال هذا المواطن السعودي داخل القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول. ليس لدينا أي معلومات معاكسة لذلك. نحن بحاجة إلى تقييم هذه المسألة من جميع جوانبها. سلطاتنا على اتصال مع المسؤولين السعوديين وآمل أن تحل هذه المسألة. الرواية الرسمية السعودية تناقض تماماً الرواية الأولى. القنصلية السعودية في إسطنبول أعلنت أنها تتابع مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية، لتدحض بذلك كلام المقربين من الصحفي المختفي حول عدم خروجه من القنصلية. فاصل نتابع بعده مباشرة نشرة السابعة. مشددا حياكم الله.
شدد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة على أن السرايا لن تساوم على شبر واحد من أراضي فلسطين وستبقى في كل ميادين الجهاد. وفي كلمة له في ختام عرض عسكري لسرايا القدس أكد أبو حمزة أن السرايا لن تساوم على السلاح وستدافع عنه بقوة وسيكون ردها حاسما على العدو الإسرائيلي ومحاولته لتسوية القضية الفلسطينية. لن نهادن ولن نساوم على شبر واحد من فلسطين، كل فلسطين. ثانيا، ستبقى سرايا القدس ومعها كل المقاومين والشرفاء حاضرة في كل ميادين الجهاد والدفاع عن أبناء شعبنا، ونؤكد أن هذه الدماء لن تذهب هدرا، والعدو قد خبرنا جيدا. ثالثاً، سنتصدى لكل المؤامرات وسنسقط كل مخططات التصفية وندوسها بأقدام مجاهدينا وأبطالنا. رابعاً، نؤكد على أن سلاحنا هو رمز عزتنا وقوة شعبنا، سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة وعزم، ولن نساوم عليه تحت أي مبرر، وسيكون الرد حاضرا على جرائم العدو. حول هذا الموضوع وهذه المواقف معي مباشرة من قطاع غزة الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ حسن لافي. أستاذ حسن، العرض العسكري حمل رسائل كثيرة، ولكن هو لابد الإشارة إلى المسألة الأولى والربط الأول بين هذا العرض وبين بعيد انتخاب أمين عام جديد لحركة الجهاد الإسلامي الأخ زياد نخالة. هل كانت فعلا هذه أولى الرسائل، وهل هناك ربط فعلا بين هذا التغيير الذي حصل وبين هذا العرض الذي شهدناه اليوم؟ بالتأكيد، انتخاب أمين عام لحركة الجهاد الإسلامي خلفا للدكتور رمضان عبد الله شلح، هذا الرجل الأستاذ زياد النخالة يعتبر مفصل رئيسي في تاريخ حركة مثل حركة الجهاد الإسلامي، لذا بالتأكيد كان هناك رسائل، وعلى باعتقادي أن كانت الرسائل على عدة مستويات. نعم. المستوى الأول كان المستوى الداخلي في حركة الجهاد الإسلامي. سرايا القدس تعتبر الجناح العسكري، الفكر الثوري، الفكر الجهادي، الكفاح المسلح يعتبر عصب بأدبيات حركة الجهاد الإسلامي، لذلك التأكيد على هذا الخط السياسي يعتبر لازمة من لوازم البرنامج السياسي الجديد للأمين العام الجديد. الأمر الثاني وله علاقة بانتخابات الأمين العام، كما تكلم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في بيان انتخاباتهم، عندما تكلم أن الكم الأكبر من الشباب هو الذي شارك في الانتخابات، إن الكتلة البشرية الأكثر شبابا في حركة الجهاد الإسلامي هو الجهاز العسكري بالتأكيد، فلذلك هم يعبرون عن مبايعتهم مرة أخرى تأكيدا على مبايعة الصندوق، مبايعة سرايا القدس للأمين العام الأستاذ زياد النخال. إذن هي رسالة مبايعة من ناحية، ومن ناحية ثانية رسالة بأن الجناح العسكري أو السلاح دعنا نقول هو الأولوية، التركيز على المقاومة وتسليحها هو الأولوية في المرحلة المقبلة. هاتان رسالتان واضحتان في الشأن الداخلي. الرسائل الأخرى تتعلق بالوضع الفلسطيني العام. الوضع الفلسطيني رسائل مهمة. هناك حديث عن مصالحة، الحديث عن المصالحة يتضمن في بعض جوانبه ترتيبات لموضوع سلاح المقاومة، شعار التمكين، هل سلاح المقاومة سيكون على طاولة المفاوضات. حركة الجهاد الإسلامي من الواضح جدا أنها تعلن رأيها ووجهتها بصراحة وبمنتهى القوة ومن على لسان أهم ناطق باسمها والناطق باسم جهازها العسكري، عندما يقول السلاح ليس للتفاوض، هذا السلاح الذي لا مبرر لحركات ثورية
نضالية مثل حركة الجهاد الإسلامي ذات الخلفية الإسلامية أن تضع سلاحها للمراهنات، وخاصة أن حركة مثل الجهاد الإسلامي خارج إطار أوسلو ولا حتى تداعيات أوسلو ولم تشارك في انتخابات السلطة الفلسطينية، لذلك هي بحل حقيقي عن اتفاقية التسوية وما نتج عنها، وحتى الحالة المشوهة التي حاولت أن يعني تتمسك بالمقاومة وتحمل عبء السلطة التي هي تحت مظلة أوسلو هي بعيدا عن حركة الجهاد الإسلامي، ذات تقول هذا السلاح هو الشرعي، هذا السلاح خارج نطاق أي رسالة، بذات هي ترسل رسالة للكل الفلسطيني أن سلاح المقاومة خطا أحمرا لا يقبل حتى أن يوضع بندا في بنود التفاوض، وهذه فهم دقيق من قبل الجهاد الإسلامي أن هناك من الممكن أن يكون تسويات، هناك ممكن أن هذا بدأ وكأنه أستاذ حسن يستبق أي مفاوضات أو يعني اتصالات ستجري في القاهرة مستقبلا حول هذه المسألة، مسألة التهدئة. نعم، ولكن أيضا هذا الموقف مثله الأستاذ زياد النخالة عندما كان يشغل نائب الأمين العام في الاتفاقات 2017 أكتوبر 2017 عندما وقف سدا منيعا موقف حركة الجهاد الإسلامي أن يطرح سلاح المقاومة على طاولة مفاوضات المصالحة الفلسطينية، لأن الخلاف الفلسطيني ليس على السلاح، السلاح هو الشرعية، وهذا موقف حركة الجهاد الإسلامي، من الواضح أنه موقف أصيل ولن يتغير حتى مع تغير الأمين العام، بل بالعكس ازداد يقينا وتأكيدا مع قدوم أمين عام يأتي من خلفية عسكرية، أسير محرر سابقا، قاد أول جناح عسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لذلك هذا تأكيد وتأصيل لهذا الموقف السياسي لكي يعلم الجميع إذا كان هناك مناقشات في الشأن الفلسطيني أن يكون موقف حركة الجهاد الإسلامي من الخطوط الحمراء واضحا لكي لا تطرح حركة الجهاد. يعني كررت أستاذ حسن كررت مسألة وهي حقيقة، وهي وضوح مواقف حركة الجهاد الإسلامي من القضايا الأساسية، لكن بمقابل ذلك حركة الجهاد الإسلامي كانت أو بدت وكأنها تنأى بنفسها عن الكثير من السجال أو الجدل الذي يسود الساحة الفلسطينية، سواء الانقسام بين غزة والضفة أو حتى الحديث الذي ساد حول التهدئة، أو يعني كل هذه تبدو حركة الجهاد الإسلامي آخذ مسافة أو يعني نائية بنفسها عن الدخول في هذه السجالات. في المرحلة المقبلة بتقديرك أستاذ حسن، حركة الجهاد ستكون أكثر انخراطا بهذا الاشتباك الفلسطيني الداخلي، بمعنى أنها ربما تفعل وساطة بين حركتي فتح وحماس، تفعل دورها على الصعيد الخارجي، هل تتوقعون تغييرا في هذه المسائل؟ في الحقيقة حركة الجهاد الإسلامي يعني كما أوضحت أنها ليست ضمن حالة الانقسام الفلسطيني، لذلك هي تحظى باحترام الكل الفلسطيني، وحتى موقفها من الخلاف السياسي هو يبقى في مربع الخلاف السياسي مع بعض المشاريع التسويوية، وليس هناك خلاف شخصي مع قائد ما هنا أو تنظيم ما هنا، لذلك هي تستطيع أن تلعب دور الوسيط، وهي بالمناسبة لعبت هذا الدور على مدار سنوات الانقسام، وكان لها دورا بارزا في تخفيف حدة التوترات الداخلية، وخاصة مكتب العلاقات الوطنية داخل حركة الجهاد الإسلامي الذي يترأسه الشيخ خالد البطش، هذا الرجل الذي الآن هناك توافق فلسطيني على أن يكون رئيس الهيئة التنسيقية لمسيرات العودة وكسر الحصار، هذا المنصب الوحدوي الذي يجمع الكل، اختار الجميع أن يكون الجهاد الإسلامي هو الذي يمثل هذا الموضوع، هذا دلالة مهمة أن هناك رضا من كل الأطراف السياسية الفلسطينية على أن يكون الجهاد الإسلامي يلعب هذا الدور في المستقبل. على ما يعني على قراءتنا للمشهد الفلسطيني والمشهد الداخلي لحركة ممتدة مثل حركة الجهاد الإسلامي، الأمين العام الحالي الأستاذ زياد النخالة رجل وحدوي، يأتي من خلفية وحدوية، يأتي من خلفية السجون في العقلية الفلسطينية، بمعنى أنها البيت الجامع لكل الفلسطيني، له دور كبير في صياغ اتفاق 2011 واتفاق 2014، وكان له دور كبير في ملف المصالحة الفلسطينية، منفتح بشكل كبير ويحظى باحترام وعلاقات واسعة مع الدولة المصرية ومع محور المقاومة في المنطقة، لديه علاقات
جيدة جدا مع اخوتنا في يعني مع الاخوة في حركة حماس او حتى في الاخوة في حركة فتح، بمعنى انه رجل جامع وطني يستطيع يستخدم هذا النفوذ بشكل كبير، وخاصة ان يعني من الواضح ان ليس لدى حركة الجهاد الاسلامي يعني اطماح سلطوية تحت الاحتلال، لذلك لن يعتبرها البعض انها منافس على دوله او على سلطه تحت الاحتلال، لان موقفها كان واضحا منذ بدء انتخابات 2005 و2006 سواء في الرئاسه او في المجلس التشريعي، انها قالت لان المرحله ما زالت مرحله تحرر وطني وكفاح، لذلك لن يمكن الخلط لا ما بين المقاومه والسلطه تحت الاحتلال، ولا يمكن ان يكون هناك مشروع تسوي، لذلك هذا الخط أنا لا أعتبره نأي بالذات، ولكن هو تيار أصيل في الشعب الفلسطيني تمثل حركة الجهاد الإسلامي، وبالمناسبة في الأمة الإسلامية والعربية هذا التيار. طيب أستاذ حسن، نفته أنه أكثر إلزاما للثوابت الفلسطينية. يعني أستاذ حسن لم توافق ربما على كون أن حركة الجهاد نأت أو تنأى بنفسها كثيرا، ولكن ماذا عن عفوا أستاذ حسن الجانب الإعلامي؟ إعلاميا حركة الجهاد الإسلامي يقال عنها بأنها تفضل أو فضلت خلال الفترة الماضية البقاء في الظل، التعامل مع وسائل الإعلام بحذر شديد، لكنها اليوم من خلال هذا الاستعراض العسكري المواقف الجناح العسكري، غدا هناك خطاب للأمين العام الجديد الأخ زياد نخالة، هل تعتقد بأنه حركة الجهاد على المستوى الإعلامي أيضا تذهب باتجاه الظهور أكثر، أو يعني أن يكون صوتها أوضح في وسائل الإعلام، أو تغيير طريقة التعاطي مع المسألة الإعلامية؟ الإعلام هو انعكاس للفعل على الميدان. بالفترة السابقة كان هناك الإعلام مهتم في موضوع المصالحة، موضوع الانقسام، موضوع التهدئة، وهذه الملفات الثلاث ليست الجهاد الإسلامي طرفا أصيلا في هذا الموضوع، هي طرف يعني يساعد في إتمام ذلك، لذلك الإعلام يبحث عن الإثارة، عن الشوء الإعلامي، هذا غير موجود يعني ليس دائما في تلك الفترة لحركة الجهاد الإسلامي. الآن هناك تغير حقيقي داخل حركة الجهاد الإسلامي، حركة ممتدة مثل الجهاد الإسلامي على طول الجغرافيا الفلسطينية، والتواجد الفلسطيني عندما يحدث انتخابات ديمقراطية ويخرج مجلس يعني مكتب سياسي جديد وأمين عام جديد، لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التعريف، هناك نوع من أنواع توضيح الهدف السياسي، نوع من أنواع توضيح البرنامج السياسي، حتى كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عندما يتم اختيارها أن تكون في أحد مخيمات العودة، هذا دلالة إعلامية مهمة لابد من توضيحها، لابد من إبرازها. حركة مثل حركة الجهاد الإسلامي عندما تعتبر أن الكفاح المسلح هو الطريق الأصوب والأكثر في تحرير فلسطين، ويكون خطاب الأمين العام في مسيرات العودة التي هي ذات الطابع الجماهيري السلمي، هذا كلام لابد من إظهاره إعلاميا وإبرازه، لذلك أجد أن من الطبيعي أن نجد في هذه الفترة نوع من أنواع النشاط الإعلامي، ولكن أين يبرز الدور الإعلامي الحقيقي لحركة الجهاد الإسلامي عندما يحدث هناك مواجهة وتصعيد؟ وأنا يعني أنا أقول أن في 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 فترات التصعيد وفي فترات الحرب الذي الجهاد الإسلامي يعبر بها عن ذاته وعن مبادئه وعن سيكون دائما يكون مشهد قوي ولديه من الوسائل الإعلامية ما يستطيع إبرازه، ولكن عندما يكون الحديث عن الداخل الفلسطيني بالتأكيد لن يكون هناك لديه يعني الكلام الحسم، لأنه ليس صاحب القرار في إنهاء الانقسام أو إجراء المصالحة. شكرا جزيلا أستاذ حسن لافي الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. نفى مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف ما ادعته صحيفة دعوت أحرنوت بشأن إجرائها مقابلة مع رئيس حركة حماس في القطاع حسنوار، وقال معروف للميادين أن الإعلام الإسرائيلي معتاد على التحريف. ويفترض أن هناك الآن تواصل ما بين الصحيفة الإيطالية والصحيفة دعوت لتحميلهم المسؤولية أولا عن أخذ هذه المقتطفات من المقابلة ونشرها وكأنها أجريت مع الصحافة الإسرائيلية، هذا من جانب، ومن جانب آخر التحريف الذي تم فيما نشر في الإعلان الترويجي للمقابلة. بالتأكيد الجميع يعلم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول من فترة إلى أخرى إثارة هذه الأمور، تحديدا في ظل
القرار الواضح الذي تلتزم به كافة الجهات هنا في قطاع غزة، عدم التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية. وكان مكتب رئيس حركة حماس في غزة قد نفى للميادين أن يكون يحيى السنوار قد أجرى مقابلة مع صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية، وأوضح أنه أجرى مقابلة مع صحفية إيطالية تعمل مراسلة لصحيفة لاريبوبيلكا الإيطالية. شيع أهالي قطاع غزة جثمان الشهيد أحمد سمير أبو حبل إلى مثواه الأخير. ابنه 15 عاما كان قد استشهد برصاص الاحتلال خلال مشاركته في فعاليات انطلقت عند حاجز بيت حانون شمال القطاع. وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين استمرار الحرب على اليمن والانتهاكات بحق المدنيين. ودعا البرلمان والسعودية وأطراف النزاع إلى وقف القتال ورفع الحصار المفروض على اليمن. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقاء. المرشد خامنئي: الشعب الإيراني سيصفع أمريكا مجددا، ومن يروج أن الحل في أحضانها هو خائن. We're protecting you. You might not be there for two weeks without us. صمت سعودي مطبق إزاء خطاب ترامب الابتزازي. وظريف يعد كلامه احتقارا للسعودية ويدعو جيران إيران إلى بناء منطقة قوية. بعد استدعاء الخارجية التركية إياه، السفير السعودي ينفي امتلاكه أي معلومات بشأن اختفاء خاشقجي. وزارة الدفاع الروسية تؤكد ممارسة واشنطن أنشطة في جورجيا تحت غطاء البحوث للتحايل على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 7 أشخاص تزعم أنهم ضباط استخبارات الروس، والخزانة تفرض عقوبات على 7 شركات لبنانية بذريعة دعمها حزب الله. أؤكد أن هذه الدماء لن تذهب هدرا، والعدو قد خبرنا جيدا. سرايا القدس تتعهد عدم المساومة على الأرض وتتوعد برد حاسم على الاعتداءات الإسرائيلية. البرلمان الأوروبي يدين استمرار الحرب على اليمن ويدعو السعودية إلى وقف القتال. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. إلى اللقاء.